السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجنا بالخير سابقين. بالخير سابقين، وفي شهر رمضان الكريم هنبقى سابقين بالخير أكتر أكتر بكتير من باقي شهور السنة. لكن في نفس الوقت الحلقة دي أنا عاوز أتكلم مع حضراتكم عن ظاهرة بتحصل كل سنة وعاوز أحذر حضراتكم منها. الظاهرة دي هي إن في وسط الخير اللي بيحصل بيطلع علينا ناس بنقول بينتهزوا الفرصة، مدعيين عمل الخير، غير صادقين في كلامهم. بنلاقي صفحات كتيرة جدا على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بتدعو الناس لعمل خير. طب أنا عاوز أتبرع، أعرف مين الصادق فيهم، أتبرع أحط أمانتي فين؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتحري الدقة، تحري الدقة. وأنا بدفع التبرع بتاعي أشوف أنا بتبرع لمين. مؤسسة إكرام موجودة مع حضراتكم مش في رمضان بس، موجودة طول السنة بتدعو حضراتكم لعمل الخير. فلما تيجي في الشهر الكريم وتقرر إنك تتبرع، اتبرع للمؤسسة اللي أنت شايفها بعينك طول السنة بتحقق إنجازات وبتعمل أعمال عظيمة طول السنة، موجودة مش بتظهر في شهر رمضان بس. بعض الجمعيات والمؤسسات بتنشط في شهر رمضان وده شيء طيب وشيء محمود، لكن انا شخصيا جالي اكتر من شكوى من حضراتكم. والله يا استاذ اسلام انا شفت صفحة على النت بتعمل ابار البير ب20,000 او ب15,000، فقلت والله دي فرصة، ده البير ارخص من بتاع مؤسسة اكرام. مؤسسة اكرام بتعمل البير ب25,000، فروحت بدافع الخير وبدافع الصدقة ورحت عملت البير مع الصفحة اللي شفتها على النت دي. وبعدين بكلمهم فين البير بتاعي، ما يبعتوش صور، ما يبعتوش فيديوهات. يا جماعة انا عايز اروح اشوف البير بتاعي، يتهربوا مني من السؤال. علشان كده بقول لحضراتكم ربنا سبحانه وتعالى امرنا بتحري الدقة ان احنا نشوف ندي فلوسنا لمين. ما هي فلوسنا دي ربنا سبحانه وتعالى ائتمنا عليها وقال لنا نختار ونحسن ادائها، نحسن ادائها للمستحقين، للمحتاجين، للجهات القائمة على تنفيذها. طب ليه انا طالع اقول الكلام ده النهارده؟ علشان الشكوى اللي بتجيلي دايما يا استاذ اسلام ماليش دعوه، اتصرفوا، هاتوا لنا فلوسنا من الناس اللي خدتها. انا مش مسؤول، انا وطبعا والزملاء الافاضل اللي معايا، الا عن مؤسسه اكرام. مؤسسه اكرام بتستلم من حضرتك التبرع بايصال رسمي، الايصال ده مسجل عند المؤسسه ومسجل كمان عند وزاره التضامن الاجتماعي وعند كل الجهات الرسميه اللي بتراقب على عمل المؤسسه، فاطمن ان فلوس حضرتك بتكون في امان لما تتبرع بيها لمؤسسه اكرام، مؤسسه رسميه مش هرب وزارة التضامن الاجتماعي وخاضعة للإشراف الكامل من الوزارة. كمان حاجة مهمة جدا ان مؤسسة اكرام حاصلة على ترخيص جمع مال، يعني بيحق لها قانونا ورسميا انها تتصدى للجمهور وتطلع في برنامج زي ده وتقول يا اهل الخير ادعمونا علشان نحفر الابار وعلشان نوصل المية وعلشان نطعم المحتاجين وعلشان نبني المساجد وعلشان نزرع النخيل وعلشان نزرع فدان الخير. مؤسسة اكرام حاصلة على ترخيص جمع المال من وزارة التضامن الاجتماعي. كمان حاجة تانية مهمة جدا من اللي بيميز مؤسسة اكرام، ان مؤسسة اكرام حاصلة على صفة النفع العام بقرار رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار بالتفويض عن طريق وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسة اكرام بحاجة اسمها صفة النفع العام، ان مؤسسة اكرام اصبحت مؤسسة عامة كأنها بالظبط يعني تتمتع بالمزايا الموجودة في المؤسسات الحكومية. فلما حضرتك بتتبرع لمؤسسة اكرام بتبقى مطمن ان تبرعك في مكان سليم. لما بنقول لحضرتك ان تكلفة البير 25,000 او تكلفة بير السمدة 35,000، هي دي التكلفة الحقيقية اللي بنصرفها على عمل البير. اما مؤسسات تانية بتطلع تقول لحضرتك 15,000 او 17,000 او 20,000، اسألهم سؤال، ينفع اروح ازور البير بتاعي؟ هتلاقيهم بيتهربوا من الاجابة. اسألهم سؤال، هل انتم مؤسسة رسمية وعندكم قرار اشهار وعندكم ترخيص جمع مال؟ هيتهربوا من الاجابة على السؤال. قل لهم انا عايز اروح اشوف البير قبل ما يتحفر، هيتهربوا من الاجابة على السؤال. لكن مؤسسة اكرام بتقول لحضرتك من حقك تنزل قبل ما تدفع التبرع تشوف بنفسك المكان اللي هيتحفر فيه البير، من حقك تنزل اثناء حفر البير، كمان من حقك تنزل بعد انتهاء عمل البير وتشوف البير فعلا شغال ولا لا وبيخدم عدد قد ايه. طب اقول لحضراتكم بقى حاجه تانية، من حقك تنزل في اي وقت، يعني اللي تبرع مع مؤسسه اكرام من سنه او من سنتين من حقك تتصل دلوقتي وتقول انا عايز اشوف البير بتاعي اللي عملته من سنه، انا عايز اشوف وصله الميه بتاعتي اللي عملتها من فتره، انا عاوز اشوف المسجد اللي تبرعت بيه اللي عملته من سنه. كل ده من حق حضرتك لان حضرتك صاحب الحق الاصيل في التبرع اللي بتعمله. وعلشان كده
مؤسسة إكرام عملت البوابة الإلكترونية للعمل الخيري الخاصة بالمؤسسة، بوابة إلكترونية كل التبرعات مسجلة عليها، أي متبرع تبرع بأي تبرع مع المؤسسة بيدخل بياناته على الموقع الإلكتروني، البوابة الإلكترونية لمؤسسة إكرام، بيتابع البير بتاعه، وصلة المية بتاعته، المسجد اللي تبرع بيه، النخلة بتاعته، فدان الخير، أي تبرع حضرتك تبرعت بيه مع مؤسسة إكرام تقدر تخش على البوابة الإلكترونية وتتابع التبرع بتاعك. حلقة النهاردة بقى مخصصة للكلام عن آبار السندة، واحنا بفضل الله مؤسسة إكرام المؤسسة الوحيدة في مصر اللي بتعمل النوع ده من الآبار، آبار السندة في محافظة مطروح، وطبعا مكتبنا في محافظة مطروح هو اللي بيشرف على تنفيذ الآبار دي. تعالوا نشوف تقرير عن آبار السندة وارجع اتكلم مع حضراتكم بالتفصيل ايه هي آبار السندة. السندة يا إخواني لا يقل أهمية أبدا عن آبار تجميع المياه في صحراء براني وصحراء مطروح. الناس هنا محتاجين كل قطرة ماء، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وفق إخواننا في مؤسسة إكرام إلى فكرة بئر السندة، الماء الذي يمكن أن يسند مع الماء العذب. المية دي يا جماعة بنسقي منها ونعد منها ونزرع منها ونجهز منها، وبفضل الله سبحانه وتعالى نحافظ على الماء العذب حتى يستمر إلى أطول فترة ممكنة. أيضا من كرم الله سبحانه وتعالى أن احنا عملنا حوض كبير جدا يجمع الماء ويساعد المية اللي طلع من بئر السندة تتجمع في الحوض الكبير، وبإذن الله سبحانه وتعالى يمكن من خلالها أخذ الماء للزراعة وللمواشي وللطيور. والله يا إخواني من رحمة الله جل وعلا بالعبد أن يختاره الله سبحانه وتعالى ويصطفيه أن يكون من أهل الصدقة. غيرك يا أخي ينفق المال في الشهوات وفي المعاصي والذنوب، أنت ربنا اختارك وأنت ربنا اصطفاك، وأنتم اختاركم الله جل وعلا أن تكونوا من أهل الصدقة وأن تكونوا من أهل الجود وأن تكونوا من أهل الكرم. ايه حكاية ابار السندة؟ ابار السندة هي نوع من الابار اللي مؤسسة اكرام بتحفره للناس اللي عايشة في قلب الصحراء. الاول اول ما بدأنا احكي لحضراتكم حكاية سقيا الماء في مؤسسة اكرام، هي مبادرة من مؤسسة اكرام لتوصيل المية لكل المحتاجين. فكنا بننزل قرى في الصعيد وفي الفيوم وفي وجه ابلي وفي وجه بحري ونعمل خطوط مية نوصل بيها المية للناس، وكان دايما بنقول هو ده سقيا الماء، ان احنا نوصل للناس المية تشربها. فكرة ان احنا نعمل كولدير في الشارع او نوزع ازاز مية ده عمل طيب وعمل صالح وعمل مبارك، ولكن الاولى منه الناس اللي ما عندهاش اصلا مية، فكنا بننزل نعمل لهم وصلات المية. وكنا بنسمع حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مما يلحق العبد بعد موته، اول حاجة في الحديث من حفر بئرا. فكنا بنقول ياه لو كنا عايشين في ايام تانية او في زمن تاني كنا نحفر ابار علشان ننال الشرف العظيم ده اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نتكلم عنه، من حفر بئرا. بعدين مع الوقت جالنا اتصالات كتيرة جدا من اهالي محافظة مطروح، وقالوا على فكرة احنا كمان عاوزين مية، احنا بنعاني علشان نوصل نقطة المية، زي ما شفتوا في التقرير كده بيشيلوا الجراكن وعلى العربيات ويمشوا مسافة بعيدة علشان يجيبوا مية. فقلنا لهم طيب مفيش مشكلة، ونزلنا عملنا معاينة للحالات اللي موجودة، فلقينا ان في صعوبة شديدة جدا في توصيل خطوط مية. ازاي اوصل خطوط مية لناس عايشة ابعد من المدينة ب 200 كيلو ب 250 كيلو في عمق الصحراء؟ ففكرة عمل وصلات المية هناك في محافظة مطروح كانت عمل صعب جدا. فقلنا لهم طب انتوا بتشربوا ازاي؟ ازاي نساعدكم ان تشربوا مية؟ فقالوا لنا احفروا لنا ابار. فقلنا ياه، وكأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم عن الحديث فعلا صالح للزمن اللي احنا موجودين فيه، ان احنا نحفر الابار للناس علشان تشرب منها، بس مش هم المحتاجين الحقيقيين، احنا اللي محتاجين من الاعمال اللي بتلحق العبد هو في قبره، احنا اللي محتاجين الصدقات الجارية لعزيز علينا توفى.
احنا اللي محتاجين صدقه جاريه تنور قبورنا جميعا وتحسن عملنا الصالح جميعا. ده اللي خلانا نهتم بفكره حفر الابار في محافظه مطروح. ايه بقى موضوع ابار مطروح ده؟ عندنا نوعين من الابار في محافظه مطروح. النوع الاول ابار تجميع ماء المطر. الابار دي بتتحفر هناك بقالها مئات السنين، هم عايشين على الطريقه دي، يحفروا بير خندق كبير في الارض، المطر ينزل يملاه، بعدين يستخدموا الميه دي بحبل وبطريقه يدويه علشان يشربوا. دي الطريقه السائده لوجود الميه هناك في مطروح، ما بيشربوش الا بالطريقه دي، يعني لو الطريقه دي مش موجوده حياتهم هتبقى صعبه جدا جدا جدا. طب البير ده بيتملي بميه المطر، لما بينزل المطر بتملاه، طب لو المطر ما نزلش بيشربوا ازاي؟ بتيجي عربيات من شركه الميه حاجه اسمها مكثفات، بتاخد ميه البحر تعمل لها عملية تحلية وتبدأ تنقلها بالعربيات وتفضيها في الآبار دي كأنها بالظبط اتحولت بقت خزان للمية. البير ده تكلفته 25,000 وبيستمر خدمته ونفعه للناس أكتر من 100 سنة. لما عملنا النوع ده من الآبار بفضل الله احنا وصلنا لأكتر من 2000 بير في محافظة مطروح، عدد كبير، ولكن هم لسه محتاجين تاني ومحتاجين اكتر من 5000 او من 10000 بير علشان يبقى كل الاسر عندها احتياجاتها من المية متأمنة وموجودة. والحمد لله ده من فضل ربنا ومن كرم ربنا ان ربنا جعل المحتاجين دول سبب في اجرنا، سبب في ثوابنا، سبب في النفع لينا، سبب في ان بر والدي واعمل له صدقه جاريه وهو في قبره، سبب ان بر والدتي واعمل لها هديه صدقه جاريه، سبب ان انا اقدم الخير ده للناس المحتاجين. ربنا جعل الناس دي في مطروح عندهم الحاجه دي علشان ناخد الثواب وناخد الاجر ده. ويهنيالك بقى لو عملت الثواب ده في الشهر الكريم، تعمل الثواب ده بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك منها اجر افطار الصائمين اللي هيشربوا من الميه دي، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك فيها اجر ان انت دخلت عليهم السعاده والسرور وفرحتهم ان انت عملت لهم بير خفف عليهم الالم وخفف عليهم المعاناه وخفف عليهم المشقه لانهم كانوا بيجيبوا الميه من مكان بعيد. عاوزين نجتهد ونعمل اكبر عدد من الابار في الشهر الكريم. احنا عندنا تحدي ان احنا ننفذ 150 بير خلال شهر رمضان المبارك. ها، قبلتوا التحدي معانا؟ قبلتوا التحدي ان احنا نعمل 150 بير بانواعهم، ابار تجميع ماء المطر اللي اتكلمت عنها وابار السنده اللي هتكلم عنها بالتفصيل بس بعد ما نشوف التقرير من محافظه مطروح عن ابار السنده. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل مع بعض. الناس محتاجة مع الآبار التخزينية آبار سندة. يعني ايه آبار سندة؟ يعني ايه مية بير سندة؟ المية دي مية جوفية يا جماعة، المية دي بتيجي من تحت الأرض على عمق معين بتطلع المية دي عشان خاطر الآبار التخزينية اللي بيستوعبوا فيها مية الأمطار تكفيهم في الطعام والشراب، دي بتكمل بقية أغراض الحياة الأخرى. يا كل مبتلى، أنت الآن في حضرة شهر الشفاء، عليك بالصدقة، داوي مرضك بالصدقة، وأزل أوجاعك بالصدقة، وأذهب همومك بالصدقة، واصرف عنك كل الآلام بالصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وكم من إنسان مريض أو مبتلى تصدق وأنفق، ومرت علي عشرات القصص مع مؤسسة إكرام وغيرها من أناس يقولون والله يا شيخ كنا نعاني من المرض الفلاني والمشكلة الفلانية فشفانا الله جل وعلا بالصدقة. أرخوا أيديكم بالصدقة ليتفضل الله عليكم بالشفاء والعافية. خليكوا معانا داعمين، وخلينا في الخير سابقين، وخلينا ان شاء الله عند حسن ظن الناس هنا فينا ان احنا مش هنتأخر عنهم، واحنا في مواسم الطاعة عايزين نكتر من الآبار، وعايزين ان احنا نمد ايدينا ليهم عشان يستشعروا الاطمئنان والاستقرار. جزاكم الله خيرا وجعله الله تعالى في ميزان حسناتنا وحسناتكم، اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما شفتوا كده في التقرير،
ابار السونده، وشفنا اخر صوره في التقرير لما اتصورت من فوق، وشفنا طبيعه البيوت عامله ازاي، كل بيت بيبعد عن التاني مسافه كبيره، ففكره توصيل خطوط ميه للسكان اللي عايشين هناك فكره صعبه، بل يمكن تكون فكره مستحيله او مش منطقي ان انا اوصل وصلات ميه لناس عايشه في قلب الصحراء، لكن المنطقي والسهل واللي بنعمله واللي ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في رزقنا بالخير وبالعمل الصالح وبالاعمال الطيبه، ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا الناس دي واحتياج الناس دي علشان ناخد الاجر والثواب. الشيخ محمد الصاوي كان بيتكلم على حاجه مهمه جدا، كان بيتكلم على فكره داهوا مرضاكم بالصدقه، وان في مئات القصص فعلا والاف القصص بتتكلم عن قد ايه لما عملت صدقه جاي خدت ربنا سبحانه وتعالى كان سبب في الشفاء. القصه الشهيره جدا لكل علمائنا بيكلمونا فيها قصه عبد الله بن المبارك لما كان عنده قرحه في قدمه وراح للاطباء وحاول يتداوى، طب يعمل ايه، وحاول يتداوى بكل اسباب الشفاء ولكن ما كانش فيه نتيجه من التداوي، فاشار عليه احد العلماء انه يحفر بير، فسبحان الله لما حفر البير ربنا سبحانه وتعالى شفاه. دي قصه بنسمعها وبنقول ما شفناهاش بعينينا لكن طبعا مصدقين بيها، ولان الروايه اللي اتروت من راوي على راوي كلهم مصادر ثقه، لكن انا النهارده بقى عاوز اقول لحضراتكم قصه شفتها بعيني، محدش قال لي، انا شفتها بعيني، قاعد في المكتب لقيت حد داخل عليا شابه كده يعني مثلا نقول في الاربعينات من عمرها، داخل عليا وبتقول لي انا جاي اتبرع يا استاذ اسلام بس لازم اقابلك انت والشيخ كارم واحكي لكم حكايتي. سمعت منها الحكايه واحكيها لحضراتكم دلوقتي. قالت انا جايه لكم، هي لبنانيه وعايشه في الدنمارك، وقالت انا كنت موجوده هنا وبتعالج وبغسل كلى 3 ايام في الاسبوع. 3 ايام ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بمرض في الكلى فكانت بتغسل كلى 3 ايام في الاسبوع، وكانت شبه مستسلمه ان خلاص هي في يعني في ايامها الاخيره، اللي بيغسل كلى ده حالته بتتدهور يوم عن التاني عن التالت. قالت لحد ما شفت في البرنامج بتاعكم الشيخ كارم وهو بيتكلم وبيقول داووا مرضاكم بالصدقه، فخدت قرار ان احفر بير، وبعت فلوس حفر البير مع احد الاصدقاء نزل مصر ودفع التبرع ليكم في المؤسسه وحفرتوا له البير. بتقسم ان في اليوم اللي اتبعت لها فيه صورة البير المستشفى كلمتها وقالت لها احنا لقينا كلى تعالي علشان تعملي عملية زراعة كلى، فزرعت الكلى وربنا سبحانه وتعالى كتب لها الشفاء، وقالت انا نازلة المرة دي اعمل معاكم بير تاني بنية شكر النعمة. ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها بالشفاء، والله الست بتقسم ان اليوم اللي اتبعت لها فيه صورة البير المستشفى كلمتها وقالت لها احنا لقينا كلى تعالي علشان عملية زراعة الكلى. يا الله، شفتوا قد ايه اخلاص النية لما تخلص النية مع ربنا سبحانه وتعالى وتعمل عمل الخير بنية مخلصة مع ربنا سبحانه وتعالى. هي قالت انا اخدت كل الاسباب واخدت كل العلاجات وبعمل غسيل الكلى وبعمل كل حاجة، لكن خدت بالسبب النبوي اللي لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا داووا مرضاكم بالصدقة، اخدت بالسبب ده وحفرت البير وجالها الاجابة من عند ربنا سبحانه وتعالى في نفس اليوم اللي البير افتتح فيه وبيخدم الناس والناس بتشرب منه، ربنا كتب لها الشفاء في نفس اليوم. يا كم واحد فينا عنده مرض احتار فيه مع الاطباء، جربت انك تعمل صدقه؟ كم واحد فينا عنده مشكله مؤرقاه في حياته وتعباه في حياته، جربت انك تعمل خير؟ كم واحد فينا حاسس ان رزقه يعني ضيق عليه ومش قادر يكفي بيته ومش قادر يكفي اولاده، جربت تنفق؟ جربت انك تعمل خير؟ جربت انك تتبرع بصدقه من الصدقات او بخير من الخيرات او تحفر بير للناس؟ اهالينا في مطروح في اشد الحاجة الحفر بير، واحنا في الايام الطيبة المباركة دي بناشد حضراتكم تحفروا معانا الابار. اتكلمت معاكم عن ابار تخزين ماء المطر. النوع التاني اللي بنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة ابار السندة. ايه ابار السندة دي؟ ابار السندة هي ابار ارتوازية، ابار بتجيب المية الجوفية من تحت الارض. بحذر يا جماعة بالله عليكم بلاش ابار ارتوازية في محافظات الصعيد، ارجوكم بلاش ابار ارتوازية في القرى القديمة، ارجوكم بلاش ترمبات، الحاجات دي بتضر الناس صحيا. لما بعمل بير بيجيب المية من تحت الارض في القرى القديمة والله بيطلع المية من الصرف الصحي، ارجوكم بلاش النوع ده من الابار. لكن بنعمل نفس النوع في محافظة مطروح زي ما انتم شايفين، مكان صحراء تماما، فلما بننزل على عمق 60 او 70 متر بتطلع ميه جوفيه من تحت الارض. الميه دي فيها نسبه ملوحه، فما يفضلش ان الناس تشربها علشان ما تسبب لهمش مشاكل صحيه. طب بنعملها ليه؟
ايه اهميتها؟ بنعملها علشان تخضر الصحراء، علشان الناس تزرع عليها مساحات من الصحراء، بنعملها علشان نشرب بيها ونسقي منها الاغنام ونسقي منها الجمال ونسقي منها الدواب، بنعملها علشان نخفف الضغط عن آبار الشرب. يبقى البير بتاع الشرب بدل ما يكفي الناس شهرين تلاتة ست شهور، لا يكفيهم سنة لحد المطر ما ينزل. وبير السندة يغسلوا منه، يغتسلوا منه، يتوضوا منه، يعملوا يأكلوا منه الحيوانات والأغنام بتاعتهم، يزرعوا منه ويكسبوا مصدر دخل. كل دي منافع بتيجي من بير السندة. عشان كده تعالوا نشوف تقرير تاني مع بعض الاخير في حلقتنا النهاردة عن ابار السندة اللي تكلفتها 35,000 جنيه، لان فيها موتور وفيها خزان وفيها حنفيات وفيها تروبة غطسة، مجموعة كبيرة هكلم حضراتكم عنها بعد ما نشوف التقرير. أصبحنا بفضل الله عز وجل نوفر الماء العذب أطول فترة ممكنة. جزى الله القائمين على مؤسسة إكرام خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم من أهل الإكرام ومن أهل العطاء والإنفاق. وأقول لكل من يتابعني الآن سواء في السوشيال ميديا أو في البث المباشر أو في البرامج المسجلة والمقاطع المنتشرة، يا شباب نحن في أيام فضيلة، نحن في أيام الجود والكرم، شهر الجود والإنفاق، عود نفسك أن تكون منفق وسباق ومتصدق. اهلا وسهلا بحضراتكم. شفتوا معايا اخر تقرير في حلقة النهاردة عن ابار السندة، وزي ما سمعنا في التقرير ان البير ده هو بير ارتوازي بيطلع المية من تحت الارض علشان تستخدم في كل الاستخدامات غير الشرب. يعني بيغسلوا منها، بيرعوا منها الاغنام، زي ما شفتوا كده مساحة الارض حوالين البير بيزرعوا منها افدنة حوالين البير. ايه اللي بيحصل لما بنعمل بير من ابار السندة؟ بنساعد الناس اللي هناك ان يبقى عندها مصدر دخل. فانت لما بتحفر للناس بير ده بيرعوا منه الاغنام، مصدر دخل ورزق حلال، وتسعد بيه الناس دي وتفرح بيه الناس دي ان بقى عندهم مصدر للمية اللي يرعوا بيها الاغنام والجمال بتاعتهم. لما بتحفر بيه من ابار السندة بتساعدهم ان هم يزرعوا مساحات كبيرة من الارض، الزراعة دي مصدر رزق ومصدر دخل ليهم. لما بتعمل بير من ابار السندة بتساعد اهالينا في مطروح ان مية بير الشرب تكفيهم سنة او اكتر من سنة كمان. يبقى بير السندة ما يقلش ابدا اهمية عن بير تجميع ماء المطر. واحنا في مؤسسة اكرام بنعمل النوعين، بنعمل ابار تجميع ماء المطر. البير تكلفته 25,000. ليه؟ لانه هو عبارة عن حفرة تحت الارض بتستوعب من 70 لـ100 متر مكعب من المية على حسب ما نقدر نحفر، بنحفر على قد ما نقدر، حد ادنى 70 متر، حد اقصى 100 متر،
100 متر ميه يعني بتستخدم فتره كبيره جدا وبتخدم الناس. بنعمل حفره تحت الارض ونبطنها باسمنت مقاوم للميه ونعمل عليها غطا وباب حديد من فوق تكلفته 25,000. لازم ادفع ال 25,000 كلهم؟ ابدا والله، ساهم باللي تقدر عليه، ساهم ب 1000، ساهم ب 2000، ساهم بخمسه، قدر استطاعتك ساهم مع مؤسسه اكرام. النوع الثاني من الابار ابار السونده اللي بتطلع الميه الجوفيه من تحت الارض. الميه بتكون مالحه ولكن مهمه جدا، بيزرعوا بيها تين، زيتون، شعير، كانتالوب، كلها محاصيل بتجيب لهم عائد اقتصادي كويس. كمان بيقدروا يسقوا منها الاغنام بتاعتهم، بتتحمل الميه المالحه فيقدروا يسقوا منها الاغنام، والجمال كمان بتتحمل الشرب منها فبتحقق لهم مصدر دخل. بيغسلوا منها، بيغتسلوا منها، بيتوضوا منها. كل دي استخدامات لبئر السونده. علشان كده بنقول بئر السونده اللي تكلفته 35,000 ما يقلش اهميه عن بئر تجميع ماء المطر. طب ليه سعره اغلى؟ سعره اغلى انه بيحتاج معدات تقيلة بتحفره، بيحتاج موتور غاطس، بيحتاج مواسير، بيبني له مبنى، بيحتاج حنفيات، بيحتاج خزان، علشان كده سعره اكتر من البير التاني. وعاوز اقول لحضراتكم حاجة، النوعين من الابار حضرتك متاح انك تنزل معانا زيارة وتشوف البير قبل الحفر او اثناء الحفر او بعد الحفر. وعشان كده احنا لينا مكتب في محافظة مطروح بيستقبل حضراتكم في اي وقت طول السنة تطمن على البير بتاعك. مكتبنا في محافظة مطروح هو اللي بينفذ الابار وهو اللي بيستقبل حضرتك، وتقريبا احنا المؤسسة الوحيدة اللي عندها مكتب في مطروح. جرب كده حضرتك تسأل اي مؤسسة انتوا ليكم مكتب في مطروح، مش هتلاقي اجابة. لكن مؤسسة اكرام اللي احنا مسؤولين عنها وبنكلم حضراتكم عنها ليها مكتب في مطروح. حاجة تانية، ليها مكتب في كل محافظة، تقدر تتبرع عن طريق انك تزور المكتب بتاعنا وتدفع التبرع في اقرب مكتب قريب من حضرتك. احنا لينا 18 مكتب على مستوى الجمهورية، فبإذن الله هتلاقي مكتب في المحافظة بتاعتك. كمان تقدر تتبرع لمؤسسة اكرام لما تتصل على الخط الساخن 170-47 وتطلب المندوب يجي لحضرتك لحد البيت في اي وقت. حضرتك اتصل على مدار 24 ساعة وقول انا عاوز المندوب يجيلي يحصل مني تبرع. تقدر تعمل بير بالكامل، ده هيبقى شيء جميل. حاول عاوز تساهم بجزء او بسهم في البير، يبقى مفيش مشكلة برضو، ربنا يتقبل ان شاء الله. المندوب بيجي لحضرتك بإيصال التبرع المعتمد المختوم من المؤسسة وعليه بيانات تصريح جمع المال الخاص بالمؤسسة، اللي تقدر بعد كده حضرتك. طبعا ده مش هيحصل، ولكن بنفترض افتراض لو المؤسسة منفذتش البير بتاع حضرتك او اتأخرت في التنفيذ، تقدر حضرتك تيجي مقر المؤسسة وتشتكي بالإيصال او تروح لوزارة التضامن الاجتماعي وتسأل وتقول يا جماعة انا اتبرعت للمؤسسة والمؤسسة ما نفذتش الوعد بتاعها. لكن احنا باذن الله بنوفي كل الوعود. البير بياخد عندنا تقريبا شهر في الحفر، وصور وفيديوهات بتوصل لحضرتك، ولايف كمان مباشر بنبعت لحضرتك من عند البير، تصوير مباشر نقول لك البير بتاعك اتحفر واللوكيشن بتاعه بنبعته كمان. تقدر تتبرع زي ما قلنا عن طريق الاتصال بالخط الساخن، تقدر تتبرع عن طريق انك تتوجه لاقرب مكتب بريد من حضرتك. كل مكاتب البريد تقدر حضرتك تتوجه لاقرب مكتب بريد وتبعت التبرع على حساب حملة سقيا الماء في مؤسسة اكرام. الحساب اللي مكتوب على الشاشة هو الحساب الوحيد اللي بيقبل التبرعات لحفر الابار. بأكد تاني، هو الحساب الوحيد اللي بنقبل منه التبرعات لحفر الابار، واحنا مش مسؤولين عن اي حساب غير الحساب ده. حضرتك صور دلوقتي بتليفونك، صورني انا شخصيا مع رقم الحساب علشان تكون عارف انك بتتبرع للحساب اللي اسلام امين مسؤول عنه. يبقى تقدر تتبرع عن طريق البريد، تقدر تطلب المندوب، تقدر تتوجه لاقرب مكتب من مكاتب مؤسسة اكرام. كمان تقدر تروح لاي كشك او سوبر ماركت عنده علامة امان، امان او الاهلي ممكن، دول شركتين كبار مختصين بتحويل الاموال او بتحصيل الاموال، شركة امان وشركة الاهلي ممكن، الاتنين بيحصلوا التبرعات لمؤسسة اكرام والتبرع بيوصلنا كامل باذن الله بدون اي خصم. كمان ودي بشرى كل اهل الخير اللي بيتابعونا في كل مكان في العالم، تقدر تدخل على موقع مؤسسة اكرام وتتبرع تبرع الكتروني بالفيزا بتاعت حضرتك، والتبرع بيوصلنا في نفس اليوم باذن الله. تبرعك متطمن، تبرعك عن طريق الموقع الالكتروني لمؤسسة اكرام بيوصل وفي مكانه وبيوصلنا بامان، ما تقلقش خالص لما تتبرع عن طريق الموقع، عن طريق شركة امان او الاهلي ممكن، عن طريق مكاتب البريد، عن طريق المندوب، عن طريق مكاتب المؤسسة. كل دي
طرق تبرع علشان مهمتنا في الاخر ان احنا نوصل حضرتك ونوصل امانات حضرتك للمستحقين بتوعها. ربنا يبارك فيكم ويعينكم على عمل الخير ويعيننا على ان احنا نكون دليل وسبب ووسطة خير في اعمال الخير اللي شفناها النهاردة. حفر الابار في محافظة مطروح من افضل الاعمال ومن افضل الصدقات الجارية اللي ممكن تعملها لنفسك او تعملها لحد عزيز عليك وتعملها بنية الشفاء زي ما ذكرنا القصة في حلقة النهاردة. ربنا يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم ودايما نكون مع بعض بإذن الله بالخير سابقين. من قلب الصحراء انطلق الحلم فدان الخير، أعظم مشروعات الوقف الخيري اللي انفردت بيها مؤسسة إكرام. ومن عظمة المشروع ده إن عائده وحصاده هيكون مورد دائم لكافة المشروعات الخيرية اللي بتتبناها المؤسسة كسقيا الماء وحفر الآبار ووصلات المياه وبناء المساجد وحملات الإطعام. أنشأنا المشروع العملاق ده على مساحة 3000 فدان بالوادي الجديد، ويتضمن المشروع العظيم ده 17 حوض للزراعة، مساحة كل حوض 150 فدان. تم زراعة عدد 3 أحواض على مساحة 450 فدان. قامت مؤسسة إكرام بإنشاء ريفود خاص لكل 150 فدان للري المحوري. تم إنشاء 3 محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لري 450 فدان. تم حفر 2 بئر من أصل 12 بئر مخطط للمزرعة. كل 4 أبار بيتم حفر بئر احتياطي لتغطية احتياجات المزرعة من المية طول الزراعة. كمان أنشأنا عدد 2 بحيرة من أصل 9 بحيرات، الواحدة تبلغ مساحتها 2 فدان لتخزين 56 ألف متر مكعب لري كافة المساحات المزروعة طوال العام. وختام مسك باستغلال مساحة 1000 فدان، وهي المساحة المزروعة حوالين المشروع، وسيتم زراعة 70 ألف نخلة في المساحة دي بهدف تعمير جميع المساحة واستغلالها في مجالات الخير المختلفة. ده اللي بمشاركتكم قدرنا نعمله، وده اللي بمساهمتكم هنقدر نعمله عشان نغني كل اخواتنا المستحقين ونعفهم عن سؤال الغير ونفرحهم. إكرام بالخير سابقين. في مؤسسة إكرام بنعمل مبادرات جميلة وطيبة، من هذه المبادرات ان احنا نتعاقد ونتكاتف ونشارك مع الجمعيات الأهلية الشريكة على مستوى الجمهورية كلها. في كل محافظة وفي كل قرية في جمعية بتتشارك مع مؤسسة إكرام إن هي تاخد كراتين الإطعام المقدمة من حضراتكم ويتم توزيعها في المنطقة. يعني نلاقي مثلا جمعية في الصعيد وجمعية في الفيوم وجمعية في القاهرة وجمعية في الجيزة وجمعية في اسكندرية وجمعيتين في الأقصر وجمعيتين في الغربية وغيرها من المحافظات، أكتر من جمعية على مستوى الجمهورية كلها بتحط إيديها في إيد مؤسسة إكرام، ونبدأ إن إحنا ننزل نشوف احتياجات الناس ونوزع عليهم كراتين الإطعام اللي حضراتكم قدمتوها مع مؤسسة إكرام. تخيل بنتكلم وإحنا في شهر رمضان ولسه في ناس موجودة شايلة هم إفطار رمضان مع أذان مغرب كل يوم. الناس كلها بتبقى جهزت كل حاجة ما لذ وطاب من الطعام والشراب وغيره وغيره، لكن لسه لينا أهالينا الطيبين في أماكن كتير جدا جدا محتاجين للإطعام. هيأذن عليهم مغرب رمضان وهم ما عندهمش في بيتهم يعني ما يعينهم على صيام اليوم التالي والتالي إلى آخر رمضان. الناس دي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بأن ليهم إخواتهم في كل مكان هيساعدوهم ويطعموهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، استطعمتك فلم تطعمني. فيقول ابن آدم: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ الناس دي اللي بيستطعموا عباد الله سبحانه وتعالى بيستغيثوا بمؤسسة إكرام، ومؤسسة إكرام تطلع وتعرض لحضراتكم المعاناة اللي هم بيشوفوها وتقول لكم: عباد الله في كل مكان يطلبوا منكم الطعام، فمن منكم يمد يد العون لهم ويطعمهم
ويكون ذلك له عند الله سبحانه وتعالى. إطعام الطعام من الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى عد أصحابها من أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة، خاصة وإحنا في زي الظروف اللي إحنا فيها دي واللي بتمر بالعالم كله من أزمات اقتصادية وارتفاع أسعار وغلاء أسعار، ظروف معيشية بتمر بالناس كلها. ده أفضل وقت الإنسان يقدم فيه إطعام الطعام. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لنا ده وعبر عنه في سورة البلد لما قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام الطعام لوحده فضيلة، ولما الإنسان يقدمه في وقت الناس فعلا في أشد الاحتياج ليه بيبقى من الفضائل، ولما تقدمه في شهر فضيل زي شهر رمضان اللي احنا موجودين فيه شوف كم البركة اللي ربنا هيحلها عليك. تعالوا معانا نشوف تقرير تاني عن حملة إطعام اللي بتقدمها مؤسسة إكرام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ماتع ورائع: اتقوا النار ولو بشق تمرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أن اتقاء النار يكون بصلاة ركعة أو بصيام يوم، إنما قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصلاة وإن كنت مأمورا بها إلا أن مردود الصلاة يعود على المصلي نفسه. أيضا الصيام وإن كنت مأمورا به إلا أن مردود هذا الصيام ونفع هذا الصيام يعود على الصائم بنفسه. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلفت انتباهنا إلى أمر مهم، ألا وهو أهمية العبادة التي يعود نفعها على غيره، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. إحنا هنا النهاردة مع بعض مش بنقدم لك شق تمرة، كرتونة فيها 12 كيلو مواد غذائية هيكون سببا في سرور يدخل على مسلم، أيضا سببا في إفطار صائم، أيضا سببا في سد جوعة على فقير أو مسكين. النهاردة هنستلم من مؤسسة إكرام 200 كرتونة من حملة إطعام اللي هي عاملاها بفضل الله تعالى، اللهم لك الحمد، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم بفضل الله تعالى. إن شاء الله 200 كرتونة دولت إن شاء الله بإذن الله تعالى هيتوزعوا على الأرامل والمطلقات والأيتام اللي في القرية بفضل الله تعالى، والقرى اللي مجاورة لقرية فروز بفضل الله تعالى، اللهم لك الحمد. رمضان شهر الجود والكرم، رمضان شهر الخير، ولا بد في شهر الخير أن تأتي أيضا بالخير. والخير من مؤسسة إكرام إن شاء الله حيكون عبارة عن كرتونة رمضان هدية لكل المحتاجين، لكل الناس الطيبين في كل محافظات مصر. عشان كده بنقول احرص إن حضرتك تشارك في هذا الأجر، تشارك في هذا الخير تعزيزا لعبادة الجود والكرم. كن مع السابقين ومع مؤسسة إكرام إن شاء الله بالخير سلام. يعني النهاردة بفضل الله بنشكر مؤسسة إكرام وكل القائمين عليها وكل المتبرعين اللي مع مؤسسة إكرام، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويجزيهم كل خير. دي اللهم لك الحمد بفضل الله، دي تاني سنة بفضل الله تعالى، اللهم لك الحمد. بنستلم السنة اللي فاتت بفضل الله استلمنا 300 كرتونة، والسنة دي بفضل الله 200 كرتونة، اللهم لك الحمد. ويعني الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. بنشكر كل الشكر لكل متبرعين مؤسسة إكرام وكل القائمين على المؤسسة، جزاهم الله كل خير وجزاكم كل خير. الناس اللي بيوصل لها كرتونة حضراتكم اللي بتتبرعوا بيها مع مؤسسة إكرام، الناس دي بيكون معمول عنها أبحاث اجتماعية. كل جمعية شريكة أو أهلية بتشارك مع مؤسسة إكرام بيكون عندها كشف بالحالات دي ومرتبة الأكثر احتياجا فالأقل فالأقل. فلما حضرتك تتبرع مع مؤسسة إكرام اعرف أن تبرعك فعلا واصل للناس اللي هي المستحقة. في كل مكان في الجمهورية بنوصل للناس دي، وتبرعك وخيرك بيوصل
ليهم عن طريق الجمعيات الشريكة اللي بتشارك مؤسسة إكرام وبتوصل الفرحة للناس وبتدخل عليهم الفرح والسرور وتجبر خاطرهم بكرتونة إطعام تكلفتها 300 جنيه. طيب هل معنى ان احنا دلوقتي سلمنا الجمعيات وبدأ ان هم يوزعوا، هل مؤسسة إكرام اكتفت لحد كده؟ ما زال مؤسسة إكرام ما زالت في احتياج لكراتين الإطعام. زي ما قلت في بداية الحلقة إن الشخص اللي بيستلم الكرتونة هو بيفكر الأسبوع الجاي هجيب الكرتونة التانية منين أو هتجيله إزاي، فعشان كده قلنا إن الإطعام مع مؤسسة إكرام طوال العام. الكرتونة اللي استلمها خلال شهر رمضان مش ممكن تكفيه أسبوع أو ممكن أسبوعين؟ طب الأسبوع الثالث والرابع من شهر رمضان هيعمل فيهم إيه؟ عشان كده بنقول إن الإطعام طوال العام، وعشان كده بنقول مش معنى إن إحنا شفنا في التقارير إن في كراتين بتتسلم إن مفيش حالات تانية، في حالات تانية كتيرة جدا مستحقة. عايز أقول لحضراتكم كل جمعية بيكون عندها أكتر من 200 حالة مستحقة لكرتونة الإطعام، لكن إحنا بنقلل الرقم عشان نحاول إن إحنا نكفي كل الناس في كل المحافظات والقرى والنجوع والكفور وفي كل منطقة خير حضراتكم يوصل ليهم. المتين اللي استلموا دول في 200 و200 تانيين محتاجين لكرتونة الإطعام. في حوالي أكتر من 1000 حالة في الجمعية الواحدة بيستنوا كرتونة الإطعام من الأسبوع للأسبوع، يعني الكرتونة يدوب تكفي أسبوع أو بالكتير قوي أسبوعين. طب بقية الشهر، طب الأسبوعين التانيين، طب الأسبوع التاني هيقضي رمضان إزاي؟ دايما كنا بنقول إن إحنا كلنا في رمضان بنبدأ إن إحنا ننشغل بالعبادة فقط، الأمور الإطعام والشرب وغيره من الحاجات اللي إحنا بنتكلم عنها دي كلنا دايما قبل رمضان بنفكر فيها ونسعى فيها ونبدأ إن إحنا نستعد ليها، لكن الناس دي عندهم هم، الناس دي عندها معاناة، بيبدأ يخش عليهم شهر رمضان وهم بيفكروا في إفطار كل يوم، النهاردة هنفطر إيه ومنين؟ انت لما تقول هفطر ايه معاك تجيب منين وعندك اصلا منين، لكن هو لا عنده منين ولا عارف اصلا هيفطر ايه. فكرتونة الاطعام اللي بتقدمها مؤسسة اكرام فيها المواد الغذائية الرئيسية اللي ما يستغناش عنها اي بيت. الكرتونة تكلفتها 300 جنيه وفيها رز وسكر وزيت وشاي وبلح وكل الحاجات الرئيسية اللي ما يستغناش عنها أي بيت، خاصة وإحنا في شهر رمضان، لأن الناس كتير بتسألنا طب هي الكرتونة محتوياتها إيه وإيه اللي موجود فيها. بفضل ربنا سبحانه وتعالى بنتعاقد مع أفضل الشركات والمصانع اللي نقدر إن إحنا نثبت معاها سعر الكرتونة ل 300 جنيه عشان خاطر الناس المحتاجين وعشان خاطر حضراتكم دايما تكونوا ساعيين بالخير مع مؤسسة إكرام وتساهموا وتشاركوا معانا. ودايما كتير من المتبرعين بيكلمونا نفسي أعمل معاكم خير بس معيش 3000 جنيه حق وصلة المية ولا 25000 حق البير ولا حتى 2000 جنيه تمن فدان الخير أو إيراد الخير اللي بتعملوه في مؤسسة إكرام، ومش معايا غير مبلغ بسيط نفسي أعمل بيه خير كامل. هي الناس بتسميه كده خير كامل، حاجة مقفولة يبقى أنا دفعت تمنها كامل، إطعام الطعام الكرتونة تكلفتها 300 جنيه. تعالوا معانا نشوف تقرير تاني عن حملة إطعام المقدمة من مؤسسة إكرام ونرجع لحضراتكم.
اضمن ان الكرتونه بتاعت حضرتك توصل لاكتر اسره محتاجه للكرتونه دي. في مؤسسة إكرام بنحاول إن إحنا دايما نجود ونحاول إن إحنا دايما نجود في صداقتنا ونجود في الخير اللي بنقدمه للناس. عملنا بجانب كرتونة الإطعام الرئيسية عملنا كرتونة مواد غذائية رئيسية مضاف إليها لحم، وتكلفة الكرتونة بيكون 400 أو 500 جنيه حسب الوزن اللي هيتحط في الكرتونة. يعني بنجود في الصدقة بتاعتنا، نجود في الخير، نشوف الناس احتياجاتها ايه، مش بس مواد غذائية جافة، لا كمان نقدر ان احنا نقدم لحوم مع الكرتونة. وده اللي علمته لنا السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن سبب انها كانت دايما بتعطر الصدقة قبل ما تديها للسائل. لما سئلت عن ذلك قالت: لانها تقع في يد الله اولا. شوف انت بقى ازاي تقدم الصدقة بتاعتك سواء مع مؤسسة إكرام أو مع نفسك، إزاي تقدمها للشخص المحتاج قبل ما تقع في إيده وتكون عارف إنها بتقع في إيد ربنا سبحانه وتعالى. في ظل الظروف اللي إحنا بنمر بيها ده أفضل وقت تقدم فيه إطعام الطعام اللي الناس فعلا في أشد الاحتياج ليه، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. في الوقت ده بيزيد شياطين الإنس وكمان شياطين الجن اللي يبدأوا يوسوسوا في ودانك. ما تتبرعش معاهم، ما تعملش أي خير، ما تتبرعش مع أي حد. خيرك يكون لنفسك، خيرك يكون لبيتك. اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، وغيرها من الأقوال اللي الناس دايما بتقولها وتوسوس ليك في ودانك بيها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تخليش للناس دي ولا للشياطين دي عليك سبيل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لكن ربنا سبحانه وتعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. في ظل الظروف اللي بنمر بيها ال 300 جنيه لو ما يفرقوش معاك في حاجة يفرقوا مع غيرك من الناس. كلمنا في مؤسسة إكرام وتبرع معانا بكرتونة أو أكتر خلال شهر رمضان. زي ما قلنا التحدي كبير، 100,000 كرتونة يعني رقم كبير جدا، يعني محتاج إن حضرتك تشارك الخير وتشارك الكلام ده مع غيرك وجيرانك وغيرك من الناس عشان يشاركوا معانا في حملة إطعام وال 100,000 كرتونة المقدمة من مؤسسة إكرام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. جاي أبلغ حضرتك أقول لك إن في ناس كتير محتاجين للإطعام، في ناس كتير محتاجين للكرتونة اللي هتقدمها مع مؤسسة إكرام. كلمنا على رقمنا الخط الساخن أو أرقامنا اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، رقمنا الخط الساخن 170-47. كلمنا نبعت لك مندوبنا لحد باب البيت يحصل من حضرتك مبلغ التبرع. كمان تنورنا وتزورنا وتشرفنا في مقراتنا الموجودة في على مستوى الجمهورية كلها في أكتر من محافظة وتتبرع هناك بالكرتونة أو أكتر. وكمان لو عندك مواد غذائية رئيسية أساسية محتاج تتبرع بيها كلمنا وحنبعت لحضرتك المندوب ياخد منك المواد الغذائية أو السلع الرئيسية الأساسية. يعني ينفع اتبرع معاكم بمواد؟ ينفع، مش شرط فلوس بس، ينفع إن أنت عندك رز زيادة، عندك مكرونة، زيت أو غيره من السلع الأساسية ينفع تتبرع بيها مع مؤسسة إكرام، وهي بدورها توصلها للمحتاجين. تخيل حضرتك تبقى موجود فين وخيرك بيوصل في أقصى الأماكن وفي أبعد الأماكن. كمان نقدر إن احنا نتبرع من أي منفذ أمان أو أي سنترال عنده علامة الأهل. ممكن روح هناك وقول له عاوز اتبرع مع مؤسسة إكرام. وكمان تقدر تبعت رسالة فاضية على 11-47 هيوصل 5 جنيه كاملة لمؤسسة إكرام. في انتظار اتصالاتكم وفي انتظار تبرعاتكم ودعمكم، خاصة وإحنا في شهر رمضان شهر الجود والكرم. خد القرار وكلم مؤسسة إكرام، ربنا يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.